والله انا النهارده يعني مبسوط جدا ان انا موجود في الاكاديميه. قابلت يعني مجموعه حلوه جدا ومبشره جدا من طلبه الاعلام اللي بتمنى من كل قلبي ان اكون فدتهم باي حاجه قلتها لهم. بشوف فيهم اجيال مصر اللي جايه ان شاء الله. بتمنى طبعا انه الاجيال دي تدعم منظومه الاعلام المصري و يعني تتحلى بالمهنية وتتحلى بالعلم وبحب بلدها، وتفهم ان الاعلام مسؤولية، وانه احنا محتاجين ان احنا نطور من اعلامنا ونطور من مسؤوليتنا في مخاطبة المشاهد او المتلقي. وانا النهاردة من يعني وجودي هنا وشفت الاعمال اللي هم عملوها والاسئلة اللي اتطرحت والفكر اللي اتقال في القاعة، ان ده شيء ايجابي جدا وانا فخور بيه ومبسوط جدا، واتمنى ان انا اشوفهم مره تانية وعديد المرات. وبشكرهم قوي على الدعوه اللي جابتني هنا النهارده. كاحد اهم الاعلاميين الموجودين في مصر، شايف البرامج التلفزيونيه ازاي حاليا في مصر؟ انا قلت كل الكلام ده في المحاضره. الحقيقه الاعلام المصري بيمر بازمه، وانا بتمنى ان هو يخرج منها، والخروج منها بمزيد من التمسك بمعايير العمل الاعلامي. وطبعا ربنا يسهل ونشوف اعلام بلدنا في فترات تانية في المستقبل ان شاء الله يعني منضبط اكتر ومهني اكتر ويعني مدرك، لان الاعلام مسؤوليه كبيره تصنع الدول وتنهض بيها مش تثير الفتن فيها. ربنا معانا ان شاء الله. والله انا بحب كل زملائي الاعلاميين وهم عارفين الكلام ده كويس جدا، وانا مش في وضع ان انا اوعس حد ولا اعتبر نفسي على راسي ريشه ولا ان انا اوجه اي رساله الا انها تبقى رساله محبه وتقدير. وبشد على يعني كل واحد فيهم وبشجعه وكل واحده فيهم ان هم يعني يحطوا مصلحه مصر فوق كل شيء. ربنا معاهم ان شاء الله، ومستقبلهم هيكون احسن مننا بكتير ان شاء الله، ويحققوا طموحهم ومشروعهم الاعلامي في المستقبل ان شاء الله. العفو. شكرا.